نسخة للاستماع فقط. جميع الحقوق مرحبا والمشروع التوزيع محفوظ. للضيوف من حضر عد ما شعشع ضياء الصبح من تالي الفجر. يا هلا باسم أم خالد بكل الحاضر. مرحبا واهلا هلا. هذه النسخة للاستماع فقط. ربة الطيب وزيون الخصال نادرة بالزين من قدها بين الهجر. طيبها من طيب ابوها وطيبة اهلها كاملة بصفها احلى من كل الدرر. وام خالد تفرح اليوم في اغلى العيال في تخرج ابنها الليلة العليا مقر. ابنها الدكتور عبد الله اللي بالفعال الشهادة نادرا ما يوفيك الكلام يغلي فعلك بالمواقف يساوي لا عشان.